ايه، انت توقعت ان نادي الزمالك بالفعل زي ما قيل امبارح؟ لا 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 الكلام ده مش حقيقي. اه طب الموضوع بيخرج ازاي؟ يعني الكلام ده تناقلته كتير من وكالات الانباء والمواقع والجرايد، ويمكن انت شفت وقريت يا عفروت. انا اه سمعت كلام كتير طبعا، بس انا يعني انا بوضح للناس، انا لسه ما استقررتش على حاجه، لسه ما فكرتش ان انا اجدد مع النادي الاهلي او اخرج بره او امضي في اي نادي في مصر هنا، وخصوصا يعني انا مركز في الفتره الجايه دي ان شاء الله والسنه الجايه باذن الله، اللي انا لازم اعمل حاجه وحاجه لنفسي يعني، والنادي اللي انا هبقى متواجد فيه ان شاء الله. انا مش عارف لسه يعني، دماغي لسه ما راحتش لاي حته من اللي انا عايزها، فربنا يكرم يعني الفتره الجايه. طب عفروتو، انت بيوصلك كلام من اي حد داخل النادي الاهلي انه مانويل جوزيه مش عايزك او مش مقتنع بيك، وبالتالي انت مصمم على انك انت تمشي او ترحل؟ لا انا 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 من النوع اللي ما بحبش اكلم مدير فني اقول له انا عايز العب ولا اصلي هيلاعبني وهيخليني احسن لاعب في مصر، مش عايز يلعبني، دي حاجه بتبقى بتاعته، بتبقى وجهه نظر يعني، فاهم؟ تمام. فاحنا يعني انا خصوصا يعني بتكلم اهو، بتكلم مع حضرتك على هوا، انا اكيد زعلان من الناس من النادي الاهلي، ما حدش قدرني ولا حد يتكلم عليا ولا حد يعني رفع سماعه التليفون، يعني انا سمعت له تصريح بيقول احنا متمسكين بعفروتو. ايوه. فبناء على ايه يا كابتن سيد اللي انت متمسك بيه يعني؟ بناء على ايه؟ على اساس ان انا مكسر السنه دي معاكم يعني، واخد بطوله الدوري معاكم؟ بناء ما لعبتش ولا ماتش يعني. بناء زعلان يعني، انا مش عايز الناس بس تاخد عني فكره بس ان انا متضايق دلوقتي وبتكلم، انا لو حد مكاني هيعمل كده اكيد انا زعلان يعني، ما حدش قدرني، انا 15 سنه في النادي الاهلي من 97 وانا موجود في النادي الاهلي، الحمد لله طلعت الدرجه الاولى، ما عملتش مشكله مع اي لاعب الدرجه الاولى، او ما عملتش مع مدير فني اي مشكله، فانا خصوصا ممكن عملت في فريق الشباب، بس كل اللي بعمله ما بعملوش مع زمايلي يعني الحمد لله، ولا مع المدربين اللي بيمسكوني، انا كل اللي بعمله مثلا مع الحكام، اللي انا مش عايز اخسر. انا بحب الله، انا متربى على كده في النادي الاهلي، انا مش عايز اخسر. بس الناس بتاخد عني انطباع ويعني الغريبه اللي بياخدوا عني الانطباع دول الناس اللي ماسكني، الناس اللي هم معايا يعني، الناس اللي هم الحمى بتاعي. اللي هم مدربينك انت في الشباب والناشئين. اه بالظبط كده. انا زعلان يعني، انا كل اصحابي الناشئين لعبوا السنه دي، انا مش عارف في حاجه غريبه بتحصل، مش عارف يعني صراحه ربنا يعني. انا لحد دلوقتي ما حدش كلمني على اساس ان انا مش هواجد، بس انا مش عارف يعني، انا ان شاء الله يعني انا في دماغي اللي هيقدرني هقدره بعد كده. طيب عفروتو اولا، وبعد كده اي حد تاني يبقى مصلحته بعدين. طيب عفروتو، خليك معايا بقى، ناخدها واحده واحده. ممكن ماشي، تحت امرك. عقدك مستمر مع النادي الاهلي لحد امتى؟ انا مصمم في شهر واحد لاي حد. في شهر واحد؟ واحد الجاي ان شاء الله. يعني هتبقى فري؟ لا مش هبقى فري، هبقى يبقى لي سنه بس، انا ممكن امضي في اي حته في شهر واحد يعني ان شاء الله. يعني في شهر واحد ممكن توقع؟ اه اوقع لاي حته ان شاء الله. انت بتقول اللي يقدرني هقدره، كيف تنتظر التقدير من النادي الاهلي؟ يعني عايز النادي الاهلي يقدرك ازاي وبالتالي تقدره؟ هو واحد من نجوم الاهلي اللي الصاعدين الشباب الواعدين، واعتقد انه ادى اداء بشكل جيد جدا مع نادي المقاولين المعار اليه، لكن يبدو برضه انه عنده مشكله. هل عندك مشكله يا سعد؟ لا والله مش مشكله يا كابتن فيصل، هو مش مشكله قوي يعني، بس هي مشكله ومش مشكله قوي. لا والله ما فيش مشاكل طبعا، هو احنا انا خلصت الاعراض وعندي عروض والحمد لله اديت بشكل كويس، والمسؤولين في النادي الاهلي اتكلموا عليا كويس، والحمد لله المفروض ان الدنيا ماشيه، المفروض ان الدنيا ماشيه يعني دلوقتي ان احنا الرجوع للنادي، بس لحد دلوقتي بس المشكله ان محدش اتكلم ومحدش قال انت راجع او مش راجع او اي حاجه، ف وانا في ناس كتير بتكلمني في عروض كتير، فالمفروض ان احنا مثلا الناس طالبه ان هي تقعد معانا ونناقشها في العروض دي، فاحنا مأجلين عشان خاطر النادي الاهلي زي ما عفروتو كان بيتكلم من شويه. ما هو النادي جدا وبنقدره جدا، فلازم ما ناخدش اي تصرف الا من خلال النادي يعني. تمام. وهو عفروتو معايا على التليفون؟ عفروتو معايا؟ عفروتو لسعد دلوقتي عشان مسافرين اسماعيليه مع بعض. ما انا عارف انتوا مسافرين ليه، انتوا رايحين فرح بوجي مش كده؟ اه رايحين فرح بوجي. طيب قول لي عفروتو، بقول لك الاهلي قدرك ازاي؟ يعني انت منتظر التقدير من النادي الاهلي ازاي؟ انا مش بتكلم عن النادي الاهلي خصوصا، اصل بص يا كابتن انا بتكلم دلوقتي بسرعه عشان النادي الاهلي ده بيتي، وانا يعني الحرقه دي من حبي في النادي، فانا بتكلم كده. جميل. يا كابتن يعني اقعد سنه في حاله ما حدش يكلمني ولا حد يقول لي بعد الثوره، ما حدش يرفع سماعه التليفون ويكلمني، ده انا كنت لاعب معاكم يعني. ازاي ما حدش يطلع من الجهاز الفني
حتى اقول لك تعالى اتمرن معانا ويتكلموا معايا بشكل كويس. محدش اتكلم معايا خالص. طب يعني ما حاول عفرطته ما حاولتش انت تكلم الكابتن سيد تطلب انك تقعد معاه قاعده كده وديه تشتكي له فيها وتطلع له همومك وتقول له؟ اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا دلوقتي لعبت مع فريق الشباب ولا اتكلمت ولا فتحت بقي ولا اي حاجه. نعم. فبعد كده قلنا خلاص احنا هننتهي عشان هنشوف يعني انا وزمايلي لو حد هيروح اي حته عشان يعني نبدا مع الفرقه الجديده السنه الجديده يعني ان شاء الله. فخلاص انسحبنا والجهاز الفني عارف ان احنا انسحبنا ومش عارف ايه، ولا حد فيهم رفع سماعه التليفون يكلمني. انسحبتوا انتوا كمجموعه مع بعضيكم؟ انا ما بتكلمش دلوقتي على النادي الاهلي، انا بتكلم عامه، اللي بيقدرني هقدره، اللي هيكلمني هكلمه. ولو قدرك نادي الزمالك تقدره، ولو كلمك تكلمه؟ انا اي حد هيقدرني هقدره، انا خلاص يعني براحه ربنا. انا بحب النادي الاهلي بس في ناس كرهتها من خلال النادي الاهلي. ناس كتير جدا كرهتها يعني التعامل اللي معايا، يعني انت مش عارف في ايه الظلم اللي انا اتعرضت له الفتره الاخيره دي، انا مش عارف ليه يعني. طب تفتكر ليه؟ تفتكر بيظلموك ليه؟ انا مش عارف، بس انا حاسس ان انا مظلوم جامد قوي يعني، انا مش عارف يعني. وانا صغير برضو كانوا عمالين يقولوا ابراهيم سعيد ومش ابراهيم سعيد، انا بحب ابراهيم سعيد وبقولها دلوقتي على الهوا، انا بحب كابتن ابراهيم سعيد. مش عيب خالص ان انا يعني ابقى بحب، يعني انا بحب مثلا كابتن ابراهيم سعيد وبقلده في كل حاجه. ده هما بيقولوا ابراهيم سعيد يعني بيتهموك بالتهمه دي يعني. انا مش تهمه ولا حاجه، ده شرف كبير ليا لما يشبهوا لي كابتن ابراهيم سعيد. طبعا بيشبهوك بيه في مشاكله يا عم عفروتو. لا مش بيشبهوا في ازماته، في مشاكله ولا في عنده صغير. كان كابتن ابراهيم سعيد اي حاجه بيعملها انا كنت بعملها. طيب يا سعد، يا كابتن عندك نفس المراره ونفس الغضاضه اللي عفروتو بيتكلم بيها، ولا انت راجل اهدى وعارف تمسك اعصابك؟ لا، هو عفروتو بيتكلم من منطلق حبه في النادي الاهلي. عفروتو يعني من ادم الناس فينا في النادي، بقاله 11 سنه او 12 سنه في النادي. صحيح. فمتربي في النادي، فحاسس ان بس ان هو الراجل مثلا ما حدش قدره او حد كلمه، وانا برضو انا معاه في النقطه دي. لان عفروتو مش يعني، عفروتو انا ما بكلمش عشان هو موجود، عفروتو مش لعيب صغير، الناس شافت عفروتو وشافت اداؤه سواء مع المنتخب او مع النادي. فكان ممكن يكون في سن التقدير احسن من كده، وخصوصا ان في ناس بتبقى اقل منه في الانديه الثانيه وبتتقدر ماديا ومعنويا وناس بتتكلم معاها. بس ممكن يكون في الحته دي في ظلم شويه، مش عفروتو بس، انا شايف ان شكري وشهاب وهشام وفي ناس كتير يعني مش واخد حقهم شويه في النادي. ممكن النادي بيهتم باللعيبه الصفقات او اللي جايه من بره. بس احنا بس النقطه اللي بنتكلم فيها احنا دلوقتي، عفروتو بيتكلم ان محدش قدرني. فيا جماعه لما تيجوا احنا، لما تيجي تحرك تحرك من بره، فمحدش يجي يزعل مننا. احنا زي ما احنا بنشوف النادي دلوقتي بتتفاجئ بقرارات، الناس بتتفاجئ بقرارات وبتمشي وناس بتروح وناس بتيجي. فبرضه انا كلاعب اهم حاجه مصلحتي وخايف على نفسي، فلازم اامن نفسي. لازم انا عندي يعني قرار واثنين وثلاثه، موجود في النادي موجود، مش موجود خلاص، فبامن نفسي بخلال ان انا بقعد مع ناس ثانيه بتكلم معاهم بتفق يا جماعه انا ليا كذا عليا كذا بس. فعشان خاطر بس محدش يجي يزعل، زي ما انت بتطالب ان انت يبقى ليك حقوقك ومتطلباتك كنادي، برضه اللاعب بيطلب ان هو يبقى له حقوقه ومتطلباته وبيحاول يحافظ عليها. هي دي النقطه كلها يعني. صحيح. عفروتو هتعمل ايه؟ هتعمل ايه الايام اللي جايه؟ هل خدت قرار بانك انت تمشي من النادي الاهلي، ولا لو حد قال لك نقعد يبقى اهلا وسهلا، ولا القصه انت بتتصورها ازاي؟ يعني انا بص، اللي زعلني اكتر برضه في كابتن فيصل، اول ما الناس عرفت ان انا خلاص متواجد مع النادي الزمالك، وده مش صح يعني، اللي انا مضيت لنادي الزمالك وكل حاجه، لقيت الناس كتير قوي بتكلمني وبتاع يعني. طب وانا كنت فين يعني؟ ما انا معاكم يعني من اول الموسم يعني، محدش قدرني ليه ومحدش كلمني ليه؟ انا واحد منكم يعني. فده اللي بيضايق بصراحه، وانا لسه صغير يعني، انا عندي 21 سنه، لسه المستقبل قدامي كبير، وانا زي ما قلت لحضرتك اللي هيقدرني هقدره، وانا همضي لاي حد في شهر واحد يعني. انا لسه مع النادي الاهلي ما اتكلمش معايا في اي حاجه. فمحدش اتكلم معايا في اي حاجه، ولا حد اتصل بيا، ولا حد حتى فكر يطمن عليا. بس انا يعني انا بقول لحضرتك دلوقتي عشان الناس بس تعرف الصوره ازاي، ويا ريت حد لو سمعنا يرجع يرجع علينا بس. عفروتو انت مش متواجد يعني، انا مش فاهم. عفروتو عشان ما اعملش حاجه بس، عشان ما اعملش حاجه والناس تزعل مني بس. حاجه زي ايه؟ حاجه زي ايه عفروتو؟ حاجه زي ايه الناس تزعل منك؟ هينتحر يا كابتن فيصل، هينتحر. مفيش يعني، مفيش حاجه تحصل، امضي لاي حته جماهير النادي الاهلي تزعل مني، وانا مفيش حد اصلا، انا بوضح لجماهير النادي الاهلي، مفيش حد اصلا قدرني ولا اتصل بيا حتى يطمن عليا. محدش فكر يقول لي انت بتتمرن ولا ما بتتمرنش، ولا انت بتعمل ايه حتى، محدش فكر حتى يسالني السؤال دوت. طب ممكن تسمعني؟ ماشي يا كابتن. اسمعني بقى في الحته دي، النادي الاهلي عفروتو بيشتغل بنظام انت تعرفه اكتر مني لانك لاعب داخل النادي الاهلي.
أنت تحت قيادة مدرب ما، النادي الأهلي بيتسلم تقارير من هذا المدرب فيها تفصيل تفصيل لكل لاعب عفروتو. بعد إذنك بس عايز أوضح لك حاجة. طب قول. قول. أنا لعبت السنة دي. في الفريق الأول لا. ما لعبتش خالص. يعني منين أنت تحكم عليا أصلا وأنا ما لعبتش؟ يعني أنت منين إديتني يعني إديني الفرصة بعد كده واحكم عليا؟ يمكن ما تجيش تقيمني وتكتب فيا تقرير أنت مش عايزني وإيه اللي مش عايزني. ما تقعدش بقى تقول لي كتبنا تقرير وما كتبناش تقرير، ايه مش عايزني وايه مش عايزك. انت حاسس ان عشان بجد الواحد مخنوق. يعني الواحد مخنوق قوي بصراحه ربنا يعني. يعني ربنا يعلم بيه، يعني انا مش عارف انا هعمل ايه اصلا. انا حاسس ان انت جواك كتير يا عفروت، انا حاسس ان انت زهقان. منين اصلا يعني منين اللي انتوا تكتبوا فيا تقرير ومنين اللي انتوا اصلا يعني ما حدش شافني خالص عشان يحكم عليا. عفروت انت حاسس يعني. والحاجه اللي تضايق اكتر يعني ناس بره في الانديه الثانيه وناس في سن او اصغر مني ويعني سامع اللي هم جايين النادي الاهلي ومش جايين النادي الاهلي والناس دي بتلعب اماكننا، يعني احنا معنى كده اللي ملناش مكان في النادي الاهلي بصراحه. يعني انت بتفهم الرساله كده انه هم مش عايزينك؟ ايوه انا لحد دلوقتي شايف ان النادي الاهلي مش عايزني. محدش كلمني خالص ولا حد حتى فكر يكلمني، يعني ما اكيد حاجه تضايق يا كابتن فيصل. يعني انا يا ريت اي حد يبقى مكاني دلوقتي وحاسس اللي انا حاسه. بالتاكيد يعني بالتاكيد انا بنتمي للنادي الاهلي وبحب النادي الاهلي. ليه الناس بتكرهني في النادي الاهلي؟ ليه؟ نفسي اسالك ناس مين بالتحديد يا عفروتو؟ يعني النادي الاهلي يسير. انا بص يا كابتن، لما قلت لحضرتك اللي هيقدرني هقدره، مش معنى اللي هيقدرني من اداره النادي الاهلي، لا انا مش بتكلم في كده. يعني انا بتكلم عامه، يعني اللي بيكلمني حتى من اللعيبه اللي هيقدرني هقدره، اللي بيكلمني هكلمه. ايوه اللي هيطمن عليا هطمن عليه. نعم. لكن ما حدش من الزمالك كلمك خالص يا كابتن؟ انا بقول لحضرتك انا يعني انا متواجد مع النادي الاهلي وكل دوت وحريتي دوت، يعني يبين ان انا بحب النادي الاهلي. صحيح. على العموم اشكرك شكرا جزيلا يا عفروتو. ساعد هتعمل ايه؟ يعني انت اعلم انك عندك عرض من المصري، عرض من بتروجيت، مش عارف هتنتظر النادي الاهلي يكلمك علشان ترجع تاني؟ خاصه ان انا سمعت انه في وصيه من لاعب كبير في حجم وائل جمعه قال لك المفترض انك ترجع النادي الاهلي عشان تاخد دورك وتاخد مكانك، ولا هتاخد قرار بانك انت، لانك انت حتى من اللعيبه اللي بيحبوا يشاركوا ويمكن انت رحت المقاولين عشان ده؟ والله يا كابتن فيصل، هو بالنسبه لموضوع الرجوع ده القرار في ايد النادي الاهلي مش في ايدي انا. النادي الاهلي هو اللي، انا لسه في عقد سنتين مع النادي. انا بحترم تعاقدي مع النادي وبحترم النادي جدا. النادي قال لي انت موجود تحت امر النادي مفيش مشاكل، مش موجود يعني هشوف، هبتدي اشوف العروض الانسب بالنسبه لي واحاول ان انا افكر فيها كويس، والعرض الانسب بالنسبه لي هروحه. بس هي المشكله كلها زي ما عفروت بيقول، بس يعني في ناس فعلا بتبقى موجوده مش حابه، يعني بتبقى مش حابه لعيبه معينه او حابه لعيبه معينه على نوعيه لعيبه معينه ثانيه، فالناس دي هي اللي يعني بتحصل شويه مشاكل بتخلي اللعيبه ممكن تتضايق شويه تزعل شويه. فاحنا بس يعني في ناس موجوده في النادي الاهلي اللي بيعمل كده ما بيحبش النادي الاهلي، يعني الناس اللي بتبعد لعيبه عن مكان او بيبعد عن ان الخواجه يشوف ناس. يعني انا الوحيد الخواجه ما شافنيش. يعني انا الوحيد من مجموعه الناشئين الخواجه ما شافنيش خالص، فانا حسيت ان في ناس عايزه تبعدني عن الخواجه، فطلبت ان انا امشي عاره. يعني انا طلبت ان انا امشي عاره، يعني انا طلبت العاره. ساعد فضل. انا عارف ان انت لعيب صريح وحد شجاع وحد يعني بتقول ورزقك على الله. انت بتقول انا بحس ان في ناس بتبعدني عن الخواجه، ناس لاعبين ولا مسؤولين ولا اداريين وليه؟ لا مسؤولين مش لاعبين، لا مسؤولين. طب ليه؟ والله مش عارف يا كابتن فيصل. والله يعني انا اول ما الخواجه جه انا الوحيد اللي جالي قرار ان انا انزل اتمرن مع الـ مع الـ مع الـ مع الشباب. يعني انا من الذي اتخذ هذا القرار؟ مين اللي خد القرار ده؟ والله ما اعرفش، والله انا ما اعرفش. بس انا الوحيد اللي كان المفروض مثلا في مكان ناقص، فكان المفروض ان انا المستر ماني اللي شوفني. بس والحمد لله ربنا برضو يعني ربنا بيكافئ كل واحد على قد تعبه ومجهوده. يعني برضو الايام تلف وانا اخرج عاره ومستر ماني اللي شوفني بره. شافك في المقاولين بقى على الطبيعه. او مستر ماني اللي شوفني بره وهو اللي يطلب ان اللاعب ده يرجع واللاعب ده يكون موجود. اللي بسمعته يعني المستر ماني بيطلب ان اللاعب. طب يعني طلبوك هو تساعد، امال المشكله فين؟ لا انا بسمع يعني انا لكن لسه ما حدش قال لك رسميا تعالى. لا ما حدش قال لي رسميا تعالى، يعني انا سمعت ان مستر مانويل بيقول اللعيب ده كويس ويرجع. فطبعا دي لو يعني فعلا الراجل قال كده فدي تبقى شهاده، حتى لو ما رجعتش النادي دي حاجه كويسه بالنسبه لي. وانا كفايه ان الكابتن زي هو الكابتن وائل جمعه بيكلمني بيطمن عليا لازم ترجع النادي وتاخد دورك ومكانك موجود وانت لعيب كويس، فدي حاجه. وبعدين مش كابتن وائل بس، معظم اللعيبه الكبار بيكلموني والحمد لله على اتصال.
فالحمد لله يعني الواحد بيشكر ربنا على فتره العار اللي فاتت، بشكر نادي المقاولين طبعا، النادي الاهلي في الاخر زي ما قلت لحضرتك وزي ما المفروض قال ده بيتنا واحنا تحت امره في اي وقت يعني.